السلام عليكم. اليوم غنشوفو الصفحة 158. عندنا واحد النص قرائي عنوانه الغابة تتدهور، ما العمل؟ هذا النص الوظيفي الثاني. أتهيأ للقراءة، يقولك لاحظ جيدا الصورة ويوضع عليك بعض الأسئلة، مثلا ما مصدر ورق كتبي ودفاتري؟ هاد الورق ديال الكتب والدفاتر ديالنا منين كنجيبوهم، وديال المجلات وديال الجرائد وديال جميع القصص منين كيجيو نجاوبو، نقولو يصنع الورق من الأشجار. كنصنعو الورق، جميع أنواع الورق تصنع من الأشجار. السؤال الثاني، أذكر بعض فوائد الأشجار للإنسان والحيوان. شنو هي فوائد الأشجار عند الإنسان والحيوان؟ نجاوبو نقولو بأن يصنع الإنسان من خشب الغابة الأثاث المنزلية، كيصاوب الأثاث ديال الدار، وورق الطباعة، الورق اللي كنطبعوا به مثلا الكتب والدفاتر الجرائد المجلات إلى آخره. وتزودنا الغابة بالأكسجين، وتمتص ذيك الغازات السامة والغازات الملوثة وثاني أكسيد الكربون، وتشكل بالنسبة للحيوان تشكل مسكنا له، مسكن الحيوان، وملجأ لأنها تحميه، وفيها يوفر غذاءه، يعني بلا بالغابة غادي يموت بالجوع، هنا فيها كيتوفر له الغذاء ديالو. هذه هي الأهمية ديال الغابة بالنسبة للإنسان والحيوان. ماذا سيحصل إذا قلت الغابات؟ ولا قلت الغابات شنو يوقع؟ سيتضرر الإنسان والحيوان لأنهما المستفيدين الأولين من وجود الغابات. هنا قال لك أصف عناصر الصورة. هذه الصورة أنا أوصف العناصر ديالها، منين كتكون هذه الصورة؟ نقول الصورة تمثل قطع الأشجار، الصورة تمثل قطع الأشجار. هنا السؤال، من المسؤول عن إحداث هذا الضرر؟ شنو اللي مسؤول على إحداث هذا الضرر؟ قلنا بأنه هو الإنسان، هو المسؤول المباشر عن هذا الضرر. السؤال، عن ماذا سيتحدث النص؟ عن ماذا سيتحدث النص؟ سيتحدث النص عن العناية بالغابة، سيتحدث عن العناية بالغابة. نمر للنص لقراءته. يعتمد الإنسان على الغابات في العديد من حاجاته، انطلاقا من الكراسي والطاولات ووصولا إلى الطعام الذي نتناوله. وتساهم الأشجار في المحافظة على توازن البيئة، إذ تعمل على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون المضر، وتزودنا بالأكسجين. للغابات أهمية تجارية أيضا، فهي تزودنا بمنتجات مثل الخشب والورق والأعشاب الدوائية، وتعتمد بعض المجتمعات عليها في طعامها وتغذية ماشيتها. وبالرغم من أهميتها الكبرى، فإن الإنسان لا يزال يتسبب في تدهورها لدرجة مقلقة. فعملية قطع الأشجار تؤدي إلى أخطار على كافة أشكال الحياة وأنواعها على كوكب الأرض. وتصير التربة غير متماسكة، فتجرفها المياه بسهولة، ويتم تدمير المأوى الطبيعي للحيوانات، فتصبح أجناس نباتية وحيوانية كثيرة معرضة للانقراض. لطالما أعطت الغابات الإنسان حاجاته، ولكن هذه الحاجات تزداد مع التزايد السكاني، فيعمل الإنسان على تدمير مساحات أكبر فأكبر من الغابات من أجل التوسع العمراني والزراعة. لقد صارت حماية الغابات حاجة ملحة بالنظر إلى دورها في استمرار الحياة على كوكب الأرض، لذا تنبغي حمايتها لكي تكون مواردها كافية لاحتياجات الإنسان الحالية والمستقبلية. ومن بين طرق حمايتها إشراك السكان في المناطق المجاورة للغابة في المحافظة عليها. ومن بين طرق حمايتها أيضا
زراعة غابات اصطناعية للاستفادة من مواردها عوض اللجوء إلى موارد الغابات الطبيعية. لا تزودنا الغابات بموارد هامة فقط، بل تحافظ أيضا على الحياة عبر بثها للأكسجين في الهواء، ولكن النشاطات البشرية وحاجات البشر المتزايدة تلحق بها أضرارا خطيرة. نحاول نقرأ قراءة متأنية بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة، نقرأ كلمة بكلمة. بالنسبة اللي ما عندوش مشكل في القراءة يفوت شوية لقدام باش يشوف الشرح. أرجو نقرأ قراءة كلمة بكلمة. يعتمد الإنسان على الغابات في العديد من حاجاته، انطلاقا من الكراسي والطاولات ووصولا إلى الطعام الذي نتناوله، وتساهم الأشجار في المحافظة على توازن البيئة، إذ تعمل على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون المضر، وتزودنا بالأكسجين للغابات. أهمية تجارية أيضا، فهي تزودنا بمنتجات مثل الخشب والورق والأعشاب الدوائية، وتعتمد بعض المجتمعات عليها في طعامها وتغذية ماشيتها. وبالرغم من أهميتها الكبرى، فإن الإنسان لا يزال يتسبب في تدهورها لدرجة مقلقة، فعملية قطع الأشجار تؤدي إلى أخطار على كافة أشكال الحياة وأنواعها على كوكب الأرض، وتصير تربة غير متماسكة فتجرفها المياه بسهولة، ويتم تدمير المأوى الطبيعي للحيوانات، فتصبح أجناس نباتية وحيوانية كثيرة معرضة للانقراض. لطالما أعطت الغابات الإنسان حاجاته، ولكن هذه الحاجات تزداد مع التزايد السكاني، فيعمل الإنسان على تدمير مساحات أكبر فأكبر من الغابات من أجل التوسع العمراني والزراعة. لقد صارت حماية
الغابات حاجة ملحة بالنظر إلى دورها في استمرار الحياة على كوكب الأرض، لذا تنبغي حمايتها لكي تكون مواردها كافية لاحتياجات الإنسان الحالية والمستقبلية. ومن بين طرق حمايتها إشراك السكان في المناطق المجاورة للغابة في المحافظة عليها. ومن بين طرق حمايتها أيضا زراعة غابات اصطناعية للاستفادة من مواردها عوض اللجوء إلى موارد الغابات الطبيعية. لا تزودنا الغابات بموارد هامة فقط، بل تحافظ أيضا على الحياة عبر بثها للأكسجين في الهواء، ولكن النشاطات البشرية وحاجات البشر المتزايدة تلحق بها أضرارا خطيرة. نعود نحاول نقرأه قراءة اللي نشرح فيها. أيوة، واحد ملاحظة بالنسبة للفاصلة، وقفوا وقف صغير، وبالنسبة للنقطة نقفوا وقف طويل نوعا ما. ومن الأفضل، أنا كنفضل في النقطة أنكم تديروا السكون في آخر حرف. مثلا يعتمد الإنسان على الغابات في العديد من حاجاته، هنا وقف أصغر، حاجاته انطلاقا من الكراسي والطاولات ووصولا إلى الطعام الذي نتناوله. ولا تقول الذي نتناوله، خليها هكا. هنا تساهم الأشجار في المحافظة على توازن البيئة، إذ تعمل على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون المضر. هنا بحال شوية توقف، زودنا بالأكسجين. أنا أدير السكون وخليه. الغابات أهمية تجارية أيضا، فهي تزود من منتجات مثل الخشب والورق والأعشاب الدوائية. وقف. تعتمد بعض المجتمعات عليها في طعامها وتغذية ماشيتها. إذا نشرحه، يعتمد الإنسان على الغابات في العديد من حاجاته. الإنسان كيعول على الغابات، كيحتاجها في بزاف ديال الحوايج. مثلا شنو فاش كيحتاجها؟ كيصاب بها الكراسي اللي في الدار ديالو، الطابلات، الطعام الذي نتناوله. كاينه اشجار مثمره في الغابات، ما كاينش غير غابات اللي مثلا البلوط راه كياكلو الانسان. اذا الانسان كيعول على الغابات بزاف ديال الحاجات. وتساهم الاشجار في المحافظه على توازن البيئه، البقاء ديال الاشجار هو كيخلي البيئه تبقى متوازنه. مثلا شنو كدير هي بالنسبه للجو، بالنسبه للهواء اللي كتستنشقه؟ انها هي كدير العكس ديال الانسان. لكن الانسان كيستنشق الاكسجين وكيلوح ثاني اكسيد الكربون، فهي كدير العكس، هي كتستنشق ثاني اكسيد الكربون وكتمتص ذوك الغازات الضاره وكتعطينا الغاز الصالح اللي هو الاكسجين. الغابات اهميه تجاريه ايضا، لانها شنو كنديروا بها التجاره؟ لان ذاك الحطب ديالها كنبيعوا ونشريوا به. فهي تزودنا من منتجات مثل الخشب والورق والأعشاب الدوائية، كاين غابات اللي كتصنعوا منها الدواء. وتعتمد بعض المجتمعات عليها في طعامها وتغذية ماشيتها، لأن كاين أشجار مثمرة اللي كتعتمد عليها بعض المجتمعات أنها كتاكل منها وكتوكل منها الماشية ديالها، أن هي الأساس ديالهم باش كيبقاو عايشين هنا. وبالرغم ورغم هذا كتشوفوا الأهمية كاملة ديالها، فإن الإنسان هكاك الإنسان باقي كيتسبب في التدهور ديالها، وأنه كيأذيها يؤذيها لدرجة مقلقة، واحد الدرجة كبيرة اللي تثير القلق. فعملية قطع الأشجار، أن الإنسان كيقطع هذه الأشجار، بحال مثلا هذه الأشجار اللي شفناها الفوق مقطوعة، أنه واش كيعوضها؟ ما كيعوضهاش بأشجار أخرى، أنه ما كيقطعش غير الأغصان، لأنه ممكن الأغصان ممكن تجدد، وهذه هو كيقطع الشجرة من جد.
يعني هذيك الشجره كيضيع فيها الناس. هنا رزقة الاشجار تؤدي الى خطر على كافه اشكال الحياه وانواعها على كوكب الارض، تصير التربه غير متماسكه. ان هذيك الشجره كتلقى فيها اما مسكن ديال العصافير، اما مسكن ديال كاين حيوانات صغيره مثلا السنجاب ولا هادي راه كي ولا ارنب ولا هادي راه كيديروا جحور في الجذور ديالها. ومن غير هذا الشيء كاينه الجذور ديالها كتشد، كتخلي ديك التربه متماسكه، بحال كدير بحال شادها بيدها، بحال تخيل دوك الجذور ديال الشجره دايره بحال اليد شاده التربه. ان لما شدتش التربه كتجي الشتاء وكتبقى دير ديك التربه الصالحه. من كدير ديك التربه الصالحه كتولي الارض قاحله، ما كتنوض فيها حتى شي حاجه، كتبقى تجرها الماء يجرها الماء، كتولي الارض غير صالحه للزراعه. فتجريف المياه بسهوله ويتم تدمير المأوى الطبيعي للحيوان. قلنا بان الحيوانات كتكون ساكنه في الاشجار، فتصبح الاجناس النباتيه بعض النباتات والحيوانات معرضه للانقراض، لانها صافي ما كتوليش ما كاينش اللي يعوضها، كتنقرض. لطالما اعطت الغابات الانسان حاجتين، الغابات كتعطي الانسان الحاجيات ديالو من هذا الخشب ومن بزاف ديال الحوايج من الثمار ديالها هذه، ولكن هذه الحاجات تزداد مع التزايد السكاني، لان طبيعي مثلا حنا كنا 10 كنوليو 20 كنوليو 100 كنوليو 1000 كنوليو ملايين ديال السكان. مثلا غير الصين راه فيها مليار و500 مليون ديال السكان، وواحد الوقت ما كانش، كان فيها مثلا 10 مليون ولا 15 مليون. واش الغابات كتزاد بنفس الوتيره اللي كيتزاد بها الانسان؟ لا. اذا شنو باش نحاولوا ندير شويه ديال التوازن، خصنا طرق اخرى، ما نعتمدوش غير على الغابات الطبيعيه اللي توجدت في الطبيعه منذ الاف السنين، خصنا نعتمدوا اننا نزيدوا غابات اخرى. كيفاش نزيدوا غابات اخرى؟ نصنعوا الغابات الاصطناعيه، يعني نشجروا، نقوموا بالتشجير باش نوازيو هذيك السرعه اللي كيمشي كيوقع بها التزايد السكاني، الناس كيتزاد. فيعمل الانسان تدمير مساحات اكبر فاكبر من الغابات، انه كتزداد الحاجيات ديالو. فاحنا كنا واحد احتاج كرسي واحد، ولينا 10 خصنا 10 الكراسي 10 الطابلات، فهمت؟ اذا وثاني مساله المساحه، كيفكروا بان المساحه هذه كيحيدوا الغابه وكيسكنوا فيها، لان العدد البشر كثر ولات الحاجه ثاني للمساكن بكثره. التوسع العمراني والزراعه، لان ممكن كيدير فيها اما السكن ديالو اما كيزرع فيها زراعات اللي منتجه بحال القمح وهذه، هذيك كيبقى كنحيد الغابه ونزرع حاجه اللي نستافد منها. لقد صارت حمايه الغابات حاجه ملحه، ضروري لان التفكير بعد واحد الوقت ما تبقاش الغابه بهذا الشيء اللي بهذه الافعال اللي كيقوم بها الانسان، بالنظر الى دورها في استمرار الحياه على كوكب الارض. لان دابا حاليا مع الاحتباس الحراري كيعتبروا الغابه على انها كريئه الارض، هل هي اللي كتعطينا منين نفسه، لذا تنبغي حمايتها لكي تكون مواردها، الموارد ديالها يعني الشجر ديالها والثمار ديالها هذه كامله كتسمى موارد كافيه لاحتياجات، تكون كافيه لاحتياجات الانسان الحاليه والمستقبليه. يعني انا ما نفكروش على دابا، نفكروا مستقبلا غيكون التزايد السكاني اكثر والحاجيات ديال الانسان اكثر. ومن بين طرق حمايتها، شنو الطرق ديال الحمايه اللي دابا اللي فكرنا فيها؟ ممكن انتم تفكروا في طرق اخرى، اننا نشتركوا السكان في المناطق المجاوره للغابه المحافظه عليها، لان تحسس دوك السكان اللي ساكنين حدا الغابه، لان صعيب ان الدوله دير في كل بلاصه حارس ديال الغابه، ولو تكون حارس ما كافيش لان الغابه كتكون شاسعه. اذا شنو خص الناس اللي ساكنين حداها يحسوا بان الغابه ملك ديالهم، انهم ما يدافعوا عليها ويحضيوها من الحرائق ويحضيوها من اي حاجه. طرق حمايه ايضا، شنو حاجه اخرى من غير اننا الناس نشاركوهم في الحمايه ديالها؟ نزرعوا غابات اصطناعيه. الغابه الاصطناعيه ماشي هي غابه الميكا، صعب غابه الميك، اننا نديروا التشجير، نزرعوا هذيك الغابات الطبيعيه، الغابات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ولكن الغابات الصناعيه اللي كيشجرها الانسان، اللي كيصاوبها الانسان، كيزرعها الاستفادة من مواردها، نستافدوا منها عوض أننا نهرسوا ديك الموارد الغابات الطبيعية، مثلا ديك الغابات اللي قدام اللي كانوا من الأول. لا تزودنا الغابات بمواردها ما فقط، بل تحافظ أيضا على الحياة عبر بتل الأكسجين بالهواء. الشيء اللي قلنا بأنها كتعطي الأكسجين وكتحيد ثاني أكسيد الكربون، ولكن النشاطات البشرية وحاجات البشر متزايدة تلحق بها أضرار خطيرة. انتهى. نزيدوا نشرحوا من خلال الإجابة على الأسئلة في الصفحة الموالية.